حصل في منطقة الاعتصام ليس لأي فرد من المؤسسة أو من أعضاء المجلس العسكري، كل أعضاء المجلس العسكري ليس لديهم أي علاقة بهذا الأمر، نحن على علم بذلك ودراية وتأكد أن التخطيط والتنفيذ تم كانت معني به منطقة معينة، وما حدث تحقيق جاري لأجله، لكن أنا على صيغة أن كل أعضاء المجلس العسكري ما في زول، لا في زول وجه ولا في ذو الخطط ولا في ذو النفذ.